طيب خلينا ناخد تفاصيل اكتر. معنا دكتور منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور منار بونجور على حضرتك. طبعا في البدايه صباح الخير على حضرتك استاذه نهاوند واستاذ كريم وكل الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. بصي بقى هقول لك على حاجه، هنقل لك الناس في الشارع بتقول ايه. حلو. امبارح تحديدا كنا قاعدين، فناس كتيره، ناس من التجمع، ناس من الشيخ زايد، يعني واخدين القاهره كلها تقريبا والجيزه، فكله اجمع على نفس الكلام. لحضرتك تتفق يعني احنا اول مره نبقى شهر خمسة ولسه بنشعر ببرد تحديدا في فترات الليل، يعني بجد الناس بتخرج بالليل لابسه جاكيت في شهر خمسة اللي هو قربنا اصلا على شهر ستة، دي غير مسبوقه الى حد كبير. برضو دكتور منار خلينا نفهم من حضرتك الاسباب، خلينا نطمن على الاسابيع القادمه او الاسبوع القادم على الاقل هيكون عامل ايه، والايام اكيد اللي جايه. اتفضلي يا فندم. بالفعل يمكن احنا تحديدا كمان الايام الماضيه كان فيها انخفاض في درجات الحراره وكنا بنحس بالبروده خلال فترات الليل المتاخر، فتره الصباح الباكر الصغرى، فتره الليل ما بين 17 ل 18 درجه مئويه، لكن كانت الكتل الهوائيه نسب الرطوبه فيها منخفضه، فبالتالي حسينا بانخفاض درجه الحراره بشكل كبير. كمان كان في نشاط جذب الرياح زود احساسنا بانخفاض درجات الحراره، يمكن احنا كنا متعودين على الوقت ده من السنه ان نسب الرطوبه بتبدا ترتفع بالزبط. عشان كده ما بتخليناش نحس بالبروده فتره الليل، لكن الى الان نسب الرطوبه كانت منخفضه في الكتل بسبب ان هي كتل هوائيه صحراويه قادمه من مناطق صحراويه، فنسب الرطوبه فيها منخفضه، فبالتالي حسينا اكثر بانخفاض درجات الحراره والبروده. لكن اعتبارا من اليوم في ارتفاع في درجات الحراره فتره النهار وكمان فترات الليل، بدات درجات الحراره فتره الليل ترتفع. الايام الماضيه كانت 17 ل 18، اليوم الصغرى فتره الليل مسجله 22 درجه مئويه، ومتوقع على مدار هذا الاسبوع كمان ان درجات الحراره الصغرى تكون ما بين 21 ل 23 درجه مئويه، فهنبدا نحس بالتحسن في درجات الحراره خلال فترات الليل خلال الايام المقبله ان شاء الله، تدريجيا كمان مع نهايات خمسه بدايه سته تبدا نسب الرطوبه ترتفع في الجو، فنبدا نحس اكثر بالاجواء الصيفيه. احنا طبعا متوقع اليوم ان احنا نتاثر بكتل هوائيه جنوبيه قادمه من الصحراء الغربيه مع منخفض جوي صحراوي على الصحراء، فده هيؤدي لارتفاع كبير في درجات الحراره فترات النهار وايضا فترات الليل. اليوم العظمى على القاهره الكبرى فتره النهار هتكون 35 درجه مئويه، فاحساسنا بالطقس فتره النهار هيكون طقس حار في اغلب محافظات الجمهوريه، المحافظات الشماليه تحديدا، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، اجواء شديده الحراره فتره النهار على شمال وجنوب الصعيد، فترات الليل زي ما اتكلمنا هيحصل فيها ارتفاع ايضا في درجات الحراره، والاجواء فتره الليل ان شاء الله تكون اجواء معتدله على اغلب محافظات الجمهوريه، بالاضافه كمان ان اليوم متوقع بعد فتره الظهيره يكون في نشاط للرياح سرعاته ما بين 30 الى 40 كيلو متر على الساعه، حتى بنقول كتل هوائيه قادمه من مناطق الصحراويه، فبالطبع هيكون في اتربه ودمان مطاره اليوم في اغلب محافظات الجمهوريه، الاتربه دي ممكن تؤدي كمان لانخفاض رؤيه افقيه على بعض الطرق، وهتبدا معانا من فتره الظهيره وتكمل معانا حتى غدا الاثنين ان شاء الله. كمان اليوم في متوقع فرص الامطار على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه الغربيه وتحديدا مطروح والسلوم والضبعه، ممكن تمتد خفيفه المناطق من الاسكندريه. ان شاء الله متوقع معانا استمرار انخفاض درجات الحراره على مدار هذا الاسبوع. يمكن اليوم هو ذروة الارتفاعات، يعني اعلى درجة حرارة هنسجلها على مدار هذا الاسبوع كله اليوم، لكن متوقع غدا وبعد غدا تنخفض درجات الحرارة، لكن هتظل فوق 30 درجة مئوية، خلاص نبدأ نتعود على درجات الحرارة المرتفعة فترة النهار اللي هي بتتجاوز 30 وبتوصل 32 و33 درجة مئوية فترة النهار، المناطق الجنوبية توصل ل 40 و42 درجة مئوية. فعلى مدار هذا الاسبوع كله ان شاء الله هيكون في ارتفاع في درجات الحراره فترات النهار، الدرجات بتختلف من يوم للتاني، وايضا فترات الليل هيكون فيها اعتدال كامل، الاتربه زي ما اتكلمنا هتكون موجوده معانا اليوم وغدا الاثنين ان شاء الله في اغلب محافظات الجمهوريه، ثم مره اخرى تكون معانا الشفوره المائيه فتره الصباح الباكر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، مع وجود فرص امطار في المناطق الجنوبيه جنوب سيناء او سلاسل جبال البحر الاحمر، لكن هي امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. المهم بس ننصح كل الساده المواطنين لو احنا نخرج النهارده او بكره مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه لازم نرتدي الكمامات واحنا خارجين بسبب الاتربه الموجوده ورمال الخساره، قدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره.
يعني نشره حقيقي وافيه زي ما بيقولوا كافيه بجد رائعه. دكتور منار منك هذه التغطيه، شكرا جدا جدا زميلتنا العزيزه دكتور منار غانم. موضوع الاتربه ده مشكله كبيره جدا، طبعاً. ناس كتيره يمكن نسبه كبيره من المصريين هتكلم عننا تحديدا بيعانوا من الاتربه او بيعانوا من المشاكل في الجيوب الانفيه وغيره طبعاً. بسبب الاتربه والرمد الربيعي يعني. الناس دي بتترازى جامد في الاجواء، عدد كبير كبير جدا مننا. فاليومين اللي جايين بننصح لو حضراتكم مفيش داعي ان يبقى فيه يعني خروج، او لو في خروج يبقى بكمامات، ده للأفضل خصوصا كمان للأطفال تحديدا عندهم مشكلة في النوع ده.